الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. المقامات هي مجموعة من النغمات المتناسقة والمترابطة فيما بينها بشكل متسلسل. في تركيا دخلت المقامات في مختلف ألوان الموسيقى الدينية، فتستخدم في الأذان وفي الابتهالات والتواشيح والصلوات والتلاوات. ولكل مقام من هذه المقامات طابعه الخاص، فمنها الهدوء والسكون، ومنها ما يبث الفرح والسرور أو النشاط والتفاعل. ومن هذه المقامات مقام عشاق بياتي، وهو من المقامات المشهورة في الأناضول، ويراه البعض أنه يعبر عن وحدة البلاد. وقد عرف مقام عشاق بياتي بأنه يبعث النشاط والتفاعل، وهو المقام المخصص في تركيا لأذان الظهر. güzel ses insanın ruhuna işleyen bir şey yani güzel ses büyük bir nimet. الصوت الجميل يؤثر في الروح، والأذان بقدر قراءته الجميلة يؤثر في الإنسان ويقربه من الله أكثر، بمعنى أن الصوت الجميل يجب أن يجذب الإنسان إلى المسجد. وفي وطننا وخاصة إسطنبول يرفع الأذان بخمسة مقامات، ولكل وقت مقام خاص، وقد تم استخدام مقام العشاق لأذان الظهر، وطبعا في هذا حكمة لما لهذا المقام من تأثير على الناس، فمقام العشاق يعطي مشاعر وأحاسيس دينية، ولذلك قرر أجدادنا قراءة أذان الظهر بمقام العشاق. belki de öğle ezanını uşak makamı demişlerdir büyüklerimiz. O şekilde bir geleneğimiz var yani. Öğle ezanları uşak okunuyor. كما يستخدم هذا المقام في قراءة كل ما يأتي بعد الأذان من إقامة الصلاة والتلاوة، أي أن المقام المستخدم في الأذان يستخدم أيضاً في إقامة الصلاة وتلاوة القرآن. إذن صلاة الظهر يستخدم فيها مقام العشاق بشكل خاص. فيما يتعلق بأذان الظهر، نستخدم مقام عشاق بياتي. في صعوده تكون الوقفة الأولى في مقام البياتي هي على علامة نوى، وهي علامة قوية. وفي القسم الثاني يكون القرار عند علامة دوكا أو لا. لا لا سي دو ري دو سي لا. هذا هو مقام العشاق. Uşak ezan okunurken farklı geçişler yapılabiliyor kişinin kabiliyetine. وعندما نرفع أذان الظهر بمقام العشاق يمكن أن ننتقل منه إلى مقام آخر، وهذا يرتبط بمهارة الشخص وقدرته على التنقل بين المقامات. فمثلا نستطيع أن ننتقل إلى عجم عشيران أو حسيني وغيرهما، ولكن يجب أن يتم هذا الانتقال بشكل سلس ومتلائم مع العشاق، ولهذا يجب أن يمتلك القارئ مهارة كبيرة
وهذه النقلات تعطي جمالية من أجل لاذان. أيضا في مقام العشاق يمكننا إجراء انتقالات، مثلا عند جملة حي على الصلاة يمكن الانتقال لمقام الحسين. حي على الصلاة، نحن في الحسين الآن، يعني عندما نضيف علامة على علامات العشاق الأربع نحصل على الحسين. فعندما نقف دائما عند علامة الحسين ويكون القرار عند الله نكون في مقام الحسين، وهو مشابه جدا لمقام العشاق. لذلك فالأذان بمقام البيات يمكن فيه الانتقال إلى الحسين. أيضا يمكننا في مقام البيات الانتقال لعجم عشيران، وأحيانا يمكننا الانتقال إلى كارجيار. كارجيار geçki şeklinde yapabiliriz. حي على الفلاح. الآن سننتقل لكارجيار. حي على الفلاح. هكذا نكون انتقلنا لكارجيار. إلى جانب الأذان يستخدم مقام العشاق أو ما يعرف أيضاً بمقام البيات في صلاة العيد، كما يستخدم مقام الحسين وهو أحد أفرع مقام البيات في صلاة الجنازة في تركيا. كما تقرأ الصلوات التي تعتبر دعوة للناس بمقام عشاق بياتي، حتى إنه خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز صدحت المساجد بالصلوات وكانت بمنزلة نداء ودعوة للناس للخروج والدفاع عن الوطن. الصلاة عليك يا سيدنا يا رسول الله عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنفقوا
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما